كيف شاهدته في التلفزيون؟ رابح مجير طبعا، وفي اكيد في بلومي، لكن رابح مجير من يعني في السن كنت انا اتفرجت عليه، وفي مرحله لما كان في بورتو في بطولة اوروبا كان عامل حاجه فخر طبعا للوطن العربي، وهو اللي عرف من ضمن الناس القليله اللي عرفت الاحتراف اللاعب العربي ونجاحه بره. نعم، فانا سعيد بيه وتحياتي ليه طبعا، وربنا يديله الصحه يعني ان شاء الله.